بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. كنا نعاني من موضوع الجيلبريك والأجهزة الستة اس وما فوق في إصدار اي او اس 15، ما بإمكاننا ناخذ بيانات السيريال نمبر واي فاي وبلوتوث. الآن أنا جايب لكم طريقة، طبعا كل الشكر للأخ رضا، شاركنا في وحدة من المجموعات على التليجرام طريقة استخراج البيانات لشخص صيني ومنزلها على صفحته على الانستغرام. تواصلت مع الأخ رضا وأعطاني الملفات اللي نحتاجها. كل اللي علينا نستخدم برنامج الجي سي تبع المخططات ونساوي عليه إيميل ويكون معنا مبرمجة الجي سي. طبعا حنشوف البرنامج مع بعض الآن، وبإمكانك أنت تعمل إيميل وهمي وتفوت تعمل تسجيل دخول وتستخرج البيانات. هذا الجهاز واقف معنا على التنشيط. هذا الجهاز واقف معنا على التنشيط. طبعا مشكلة ذاكرة، رفعنا ذاكرة، ركبنا ذاكرة ثانية، أعطيناه سوفت وير، فتح معنا الجهاز لكن واقف معنا على التنشيط. اللي حنسويه حنرفع الذاكرة اللي تركبت ونركبها على مبرمجة الجي سي، ونفتح برنامج المخططات تبع الجي سي ونستخرج البيانات. قد ما يظهر معنا السيريال نمبر، هنشتري السيريال نمبر من الإيمي عن طريق الإيمي. الآن أنا راح أوصل الجهاز على الكمبيوتر وأنسخ السيريال نمبر والواي فاي والبلوتوث اللي موجودة في الجهاز بعد تبديل الذاكرة، وحنفك الذاكرة ونحطها على المبرمجة ونشوف حيطلع معنا إيش. الآن أنا هذا الجهاز أنا أوصله على الكمبيوتر. تمام، نروح شوي بس على الكمبيوتر. لحظة بس. تمام، مثل ما احنا شايفين هذا البيانات كاملة. الآن أنا أروح على الجهاز، رقم الإيمي هذا هو، هذا إيمي الجهاز. تمام، أجي أنا هنا أحط الإيمي تبع الجهاز. هنا لازم تكون معنا تمام، هذا ايميل جهاز. تمام، ارجع انسخه هذا ايميل جهاز، ارجع انسخه مره ثانيه. هذا الايمي اللي ما يتغير معنا. تمام، هذا هو الايمي. اجي انا على السيريال نمبر موجود هنا، هذا هو، هذا السيريال نمبر، هنعمل له لصق. هروح انا على الواي فاي تمام، واروح انا على البلوتوث. هاي البيانات اللي موجودة على الجهاز. الان مرة ثانية نرجع بس للكاميرا عشان نتأكد انه هو صح نفس اللي في الجهاز. هذا هو الجهاز. اكبر بس انا الكاميرا عشان كلنا نعرف او نتأكد او يكون شغلنا صح انه هذا هو الايمي صح. هشوف انا الايمي والسيريال نمبر، الايمي اللي هو سيريال نمبر اخره جي ار في دبليو، مثل ما احنا شايفين هذا هو في الاكسل مكتوب. اجي على الايمي، ايمي الجهاز اللي هو 8 3 5، اللي هو عندي أنا هنا 8 3 5، هذا هو. تمام، الآن أنا من المفترض إني أفك الذاكرة. لحظة بس. هنفك الذاكرة، عفوا هنفك الجهاز.
تمام، هذا هو الجهاز. الآن أنا أرفع الذاكرة، أحاول إني أرفع الذاكرة وأرجع أركبها بدون شبنة. تمام، هاي الذاكرة. الآن أنا تمام، أنظف الذاكرة. هاي الذاكرة الآن ما يلزم أنا أشبلنها، راح أركبها زي ما هي. أجي على البرنامج، طبعا هذا البرنامج، أصغر بس الكاميرا، هذا برنامج الجي سي، هذا اللي احنا نستخدمه. لكن في البداية لازم نروح هذا الملف، حتركه انا في اسفل الفيديو. تمام، هذا الملف ننسخ ما بداخله، ننسخ هذا البيانات، ننسخها بهالشكل هذا، نكبس عليها يمين نسخ، ونروح على الملف على البرنامج هذا. البرنامج موجود على موقع جي سي، حترك رابط التنزيل، حنضغط عليه في اليمين، بعدين اوبن فايل لوكيشن. تمام، ونضغط في اليمين ونعمل لصق، حينزل الملفات اللي كانت موجودة عندنا. الآن أنا بعد ما أفتح البرنامج بهذا الشكل، تمام، ويعمل تسجيل دخول، بإمكانك تعمل إيميل مدة 3 أيام، مدة الإيميل 3 أيام. يبدو، أيوة، يلا بإمكانك تعمل ريجستر وتسجل إيميل جديد. هنجيب المبرمجة، مبرمجة الجي سي، طبعا هو كاتب لنا الآن، الآن نشوفه بس يفتح. تمام، كاتب لنا الآن، بس لأن الصورة شوي فايتة في بعض. في كتابة مكتوبة هنا إنه هو يدعم البي 7 والبي 7 برو والبي 7 اس. البي 7 برو اللي هي مبرمجة الستة اس للسبعة بلس. تمام، انا راح اسكر البرنامج مرة ثانية وافتحه عشان تطلع الكتابات مظبوطة. سكر، ارجع افتح البرنامج.
يعني هي الفكرة فين؟ الفكرة إني أنا أركب ذاكرة وأعطيه سوفت وير ويفتح معاي، وأرجع أرفع الذاكرة اللي ركبتها وأحطها في المبرمجة، وعن طريق هذا البرنامج أستخرج البيانات. يبدو النت أنا شوي ضعيف عندي، فأنا هغير النت. عموما ما هي ظاهرة أنا عندي الكتابة، هي في كتابة مكتوبة هنا إنه بإمكانك توصل المبرمجة على البي 7 والبي 7 برو وتستخرج البيانات. الآن أنا أجيب المبرمجة، تمام، أوصلها في الكمبيوتر بالشكل، تمام، وأركب الذاكرة في مكانها وأعمل كونكت، أختار كونكت، كاتب لي إنه الإيميل مع إنه معطيني لازم 3 أيام. لسه أنا اليوم مسوي الإيميل، معطيني 0 داي، هو كان لازم 3 أيام، يعني يوم ولسه باقي يومين. هنتظر بس يدخل. تمام، معطيني 2 داي. في البداية كان في شوية مشاكل، فالآن ضبط. الآن أنا أركب الناند في مكانه وأسكر المبرمجة وأختار كونكت. حلو، هذا السيريال نمبر، أعمل عليه نسخ وأفتح وأعمل لصق، هنشوفه مختلف عن السيريال نمبر تبعنا. وأجي على الواي فاي، تمام، أعمل نسخ، وهنا عفوا هنا مكتوب بلوتوث، بلوتوث، تمام. اجي على اخر وحدة البلوتوث اللي هو هذا، تمام، هذا يختلف عن هذا، البيانات اللي على اليسار يختلف عن اليمين. الان انا افك، اجيب الناند وارجع على بوردتي وأركب الناند في مكانه بدون شبلنة. في حال ضبط بدون شبلنة كويس، في حال ما ضبط الله يعين حنرجع نفك ونشبلن ونركب، بس إن شاء الله يضبط.
تمام، احط المروحة عليه بس يبرد. طبعا في طريقة بالنسبة للبرنامج، في طريقة بإمكاني أنا أعمل حساب وهمي مدة ساعة أو ساعتين، أفعل عليه الحساب، فموجود موجود موقع يعني بإمكانك تعمل عليه الإيميل، حصور عليه فيديو إن شاء الله هذا الموقع. الآن هذا بعد ما خلصنا هجرب أشوف الجهاز حيفتح معنا. إذا فتح ما هو على الدي اف يو مود، فإذا الجهاز سليم وأخذ ذاكرة ركبت مكانها مظبوط. أجرب بس كده أشغل بس أشوف الجهاز حيشتغل ولا دي اف يو مود. هذا مو تبعه. تمام، اجرب اشغل ماينو. تمام، الجهاز فتح. الان انا هذا هو الجهاز فتح. الان اركب انا بس الجهاز في مكانه، اركب البوردة في مكانها. لاح العبير إذا ذكرت، تمام جاهز، بس أركب الشاشة.
العبير إذا ذكر. الآن يجي دور الآي ريبير، بوكس الآي ريبير، عشان نكتب البيانات اللي جبناها، عشان نكتب البيانات اللي كانت معنا. وكان بإمكاننا نكتب البيانات عن طريق بوكس الجي سي، يعني خلاص استخرجنا البيانات، نحط المبرمجة في البوكس ونكتب البيانات. هنشوف إنه هذا هو الجهاز نفسه، هذا هو، والإيمي نفسه، تمام. الآن أنا أشبك الجهاز في المبرمجة وأروح أصغر الشاشة وأفتح الآي ريبير. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة، ما ضبط مرة ثانية. واحد، اثنين، ثلاث، أربعة. الجهاز على الدي اف يو، اضغط، حوله على الفيربال مود. تمام، اجي انا سيريال نمبر، انسخه واحطه هنا واعمل رايت، واجي على الواي فاي، انسخه واحط لصق ورايت، واجي على البلوتوث، انسخه واحط لصق ورايت. نعلم على الثلاث، رايت تشيك انفو و اكزيت، ونضغط ضغطة الهوم، يدخل معي على الريكفري مود. افصل الاي ريبير واوصل دايركت وابدا في السوفت وير. تمام، هننتظر يخلص السوفت وير.
تمام، انتهى من السوفت وير، ان شاء الله يكون ضبط. طبعا هنا اذا اعطاني انا في اي تيونز موضوع الاي كلاود وما اي كلاود، فيكون الجهاز ضبط. اما اذا اعطاني فشل، هنتأكد بس السيريال نمبر تتغير. هنا انا السيريال نمبر عندي كم؟ السيريال نمبر FM2 متغير. تمام، واذا نجي على الواي فاي هنشوف 06 مظبوط، والثاني 99 مظبوط. هنا لازم ما يعطيني رسالة، لازم يبدأ في عملية انه مرحبا او يكون ضبط معنا. ضبط ضبط، الحمد لله، طريقة ممتازة جدا وسهلة، كلها على هذا البرنامج. هذا البرنامج بإمكاننا احنا نعمل اي حساب، يعطينا مدة 3 أيام، وفي مخططات وفي هاي البيانات ظهرت معنا. ضبط معي الجهاز والحمد لله، استخرجنا بياناته مجانا بدون جيل بريك. فقط في هاي الملفات ننسخها ونروح على موقع الملف الأصلي، مصدر الملف، ونضغط كده. لحظة بس، موقع الملف اضغط عليه في اليمين، اوبن فايل لوكيشن، فتح موقع الملف، واعمل لصق للملفات وينزل معي الملفات كاملة، وهذا هو يشتغل معي. هذا الجهاز فتح معنا، هنتحول بس نفتح الكاميرا ونعمل خطواتها مع بعض. تمام، انا اكبر هاي. تمام، هنختار العربية السعودية. يفتح معنا الايميل، مو تعذر التنشيط، فتح معنا الايميل ورجعت بياناته الأصلية. والله شوفوا يا جماعة، أنا مبسوط لأنه أول فيديو عربي، أول شخص يصور فيديو عربي على طريقة استخراج البيانات مجانا بدون جيل بريك. حترك في أسفل الفيديو رابط الملف، تمام، اللي عليه اللي ننسخه ونحطه في البرنامج. الملف عليه رقم سري، رقم السري هو نفسه اسم القناة، أول حرف كبير وسيم، بعدين تك أول حرف كبيرة، نفس ما هو مكتوب في القناة. ورابط موقع الجي سي راح أتركه أسفل الفيديو. وتحياتي للجميع، أخوكم وسيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.